احنا اليوم في عند الحاج اسعد ميت بشار ابو ولد احمد العريس، بنقول له الف مبروك يا الحاج اسعد. ربنا يبارك فيك. الف مبروك ومشكرا على واجب الضيافه دوت انت قدمته لنا. ربنا يبارك فيك ويا رب يا رب يسعده ويبارك لك ان شاء الله. ربنا يخليك يا عم محمد. والله احنا اسعد ان احنا تعرفنا على شخصيه عظيمه زي حضرتك. ربنا ايه راح حضرتك في المنتج بتاعنا؟ والله منتج 10 على 10. ربنا يخليك يا شمس. تيم برضو فوق الرائع. ربنا يخليك ربنا يخليك. اه والله ربنا يخليك. شغل 10 على 10. ربنا يخليك ربنا يخليك. طبعا حضرتك انت مسافر بره والحاج اسعد ولد حضرتك ابويا ولد طبعا على كل حاجه ووراني الالوان ورا كل التفاصيل. يعني هل كل حاجه طلعت زي ما حضرتك عايز ولا في تفاصيل غابت عننا ولا حاجه؟ لا 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 كل حاجه تمام والشغل 10 على 10. ربنا يخليك. انا كل ده من عاجبك الحمد لله. تمام الحمد لله الحمد لله. الشغل طلع احسن من اللي احنا كنا متخيلين. ربنا يخليك. والالوان تمام والله تمام. الخامات والكواليتي بتاع الشغل تمام كل حاجه زي الفل. ربنا يخليك يا رب. الف الف مبروك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم في شقة الأستاذ أحمد أسعد من ميت بشار مدينة دينام. اتفضلوا معانا. عريس اتفضلوا. الحمد لله. مبروك يا عريس. 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 مبروك يا عريس.
الله.